معنا اليوم ضيفة من العيار الثقيل، معشوقة الجماهير، الأستاذة والهرم، وسفيرة تونس والدول العربية، هند صبري. ميروب السفساري. شنو هي؟ ديما نعملها وين يبدا عندي ضيف، وديما تعجب تعجب. عمري ما كليتها عندك. عندك ياسر ما جيتش. عجبني الكلام، اما ميغو كيفاش نقولوا؟ لا الحوت السفساري. استنى، هما فهموا الميغو مش فهموا السفساري. دقيقه برك، وعيد من الاول. ميغو هو السمك اللي هو التخين ده شوي. يا ربي، ورق ال ورق ال مناني قبل مصر اسمه معرفش هو المناني. انا ما لقيتش ميغو، خديت سيباس. سيباس اسمه ايه بقى؟ هو البوري. البوري البوري او الورقه، مش فاكره. توا نحبك تفهم لنا شنو السفساري للجمهور الغير التونسي. غير التونسي، السفساري هو ثوب عنا نحن التوانسه، كان قبل يلبسوه، مازال يتلبس، اما ما عادش منتشر كثير. معمول من الحرير، خساره اللي تخيبو، معمول من الحرير ومن الحايك. يبدا ديما عاده ابيض او اوف وايت، جميل تلبسه المراه فوق هكايا، تتلحف بيه هكا وهكا وهكا فوق لبسها وتخرج بيه. نلعبوا شيلا فورمي. شيلا فورمي صنعاد فرودة ولا زويس؟ فرودة. شيلا فورمي. شكون فرودة؟ أنا فرودة. أنت ربحت؟ أي خمسة. ما شنو ربحت؟ ما زلنا ما قلناش. أنت ربحت البصل هند، تقشير البصل. أنت ربحت الحوت. أنا دايلك دعوة من دعواتي. أنت باش تعمل صلصة فرقنية، دونك باش نحتاجو شوية بصل، شوية طماطم، ونحطوا معاها معدنوس. سيتو معدنوس، هاتلي معدنوس. نعملوا عركة على الميكرو. قلت أنا حبك ذلني، ما ذلني خامي بينا حكينا العركة بتاع جيران. غالب اللي ما يعرفش أمينة فاخر يدخل سلطانة دي، يدخل على أي يوتيوب يكتب أمينة فاخر واسمعوا الطرب واسمعوا الأداء واسمعوا الإحساس. هكا ولا فنانة حقيقية بكل معنى الكلمة. جيت مشتيلة لحبك غلني. باش ناخذوا فارينة باش نحطوا فيها شويه ملح ونحطوا فيها شويه فلفل اكحل. نخلطوا هذا الكل ونجيبوا الحوت نتاعنا ولا السمك نتاعنا ونلفوه فيه في السفساري. في السفساري الطبقه الاولى نتاع السفساري. الحوت بالزبده. بالزبده ولا نحمروهم؟ حتى هنا اها ما ياكلوش برشا الحوت في رمضان، حتى في تونس ما يعطش. سيف ذا فيديو، سيف ذا فيديو فور افتر رمضان. حطوا الحوت نتاعنا يتحمر. بابا الاسمر حضرته منسوبا. باك سيت باك. اورايت اورايت. هذه جديد عليك. Everybody rock your body, yeah. Everybody, your body like. من الانفصام شخصية من الابتهالات. دخلوني. هذيك الفيس هنا. اي بتاع كله. Alright. حرقة الطماطم. بابا شريف علاجي. شو هي حاضرة هنا؟ دي حق فسيف تعمل في دارك. اي باش نعمل باش نعمل. لازم. يا طبيبي اللي حضنا ولادي والله هذا ليا لازم.
صيد الباجي يا رفيقي خمرت جي ما جرى عليا حويت يا حويت يا حويت غيب إبليس على هند بنتي وعلى وقفتها دورك الدور صعيب تبعوا في جهه ما تعرفوش الملصوق هي عجينه يعني رفيعه حاجه لورق المرقاق اقرب حاجه بس هي تونسيه برضه يعني التوانسه اللي عايشين بره كلنا بيبقى عندنا ستوك ستوك ملصوقه بنجيبه تحسسنا بالامان في رمضان بنستعملها كل يوم اي الملصوق بره رمضان ما بنستعملهاش تقريبا ننسيها بعدين بنستعملها كمان في الحلويات بريك الليج بريك الليج ياسر بنينه تو تشوفها على اثنين اوكي وتحط الغادي لو مورسو وتو فان لو غارنير باش تزينوا من الفوق بالصلصه هذيا نعملوا توا رفيسه وهذا شنو عمل هذيك جوست اكومبانيومون هذيك اون ذا سايد اون ذا سايد سبايكي بابا شويه شويه ها يا 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 حتى انت تاكل وهم مالك عصفور جنة هب انا نعملك هذوما ايه عملت مات مرة في الصيف ايه مش في الصيف مازلت نقرا ولا الصيف شو عرفتك اللي قريب العطلة وقت الغولون غاروس انا مقمرتها في غولون غاروس ديما في الدار تور دو فرانس ايه في الدار جيليا وتبدا تقيل وكل قايلة روحت من الخدمة ايه قلت لها نجم نمشي نلعب بحدا صاحبتي جارتنا ايه هيك جد ايه شعري كان هوني قداش عمرك وقت؟ 6 سنين 7 سنين شعري كي شعر عالية عالية بالضبط كيرلي هكا وطويل مشيت نلعب بحدا جارتنا قالت لي نلعب كوافير وقص لك شعري قصت لي شعري روحت لامي شعري مقرقش والله تفكر ماما حلت الباب هكا وصعد فيها وهو قالت لي شكون كيفاش شكون قص لك شعرك مسكينه طفله بيان سور مشات نحات لها جلد انا اللي بيما معناها كيفاش نعطيها شعرك نعطيها انت فرحانه تلعب حجيمه تصور اي اي ريحه ريحه طبول ريحه قبل طبول احكي لي على انكدوت وين هنا عاد باش نتفكر استنى يلزمني نتفكر انت والذاكره انا والذاكره نتاعك فول هذيا دو ليستوماك دي انتستان على خاطر سي لو نويو نتاع الاعصاب دوزيام سيرفو اي اي بونشا كارما هي معناها حاجه سكري مهمه اساسيه اساسيه في السفر في السفر كل هي سفر بعد النهار السادس غازي معناها عدينا جمعه ديجا اسبوع ونحن بونشا كارما على الصبح بونشا كارما على الليل معنا حنان صاحبتي صاحبتنا وانا درشنو قلت كلمة بونشا كارما في اليوم السادس او السابع في الهند نلقى جيل طبطة لحنان يعني كلمة حنان ما نخاف منك انا اسمع خلينا نخاف من هند هي تخاف مني خلينا نخاف من هند شنية البونشا كارما وما ما تقولش الهند شنية شنية البونشا كارما قالت لي يخرب بيتك يخرب بيتك انت لسه مش عارفة ايه هي البونشا كارما هذه جيل اخر نهار كي ما عندناش فلوس ونلموا فلوسنا فاتت كلها ومشينا نتعشى مطعم راقي راقي جدا فخم فخم جدا يا سيدي طلع اش عندك في مكتوب طلع نلموا فيهم السوارد الحمد لله استر ربي نارك شنو مرتين للهند وان توايس اسمع كيفاش انت 3 تايمز انا توايس نحن في المرويح
انت ما عندكش برشا باجاج. اي هند سجلت 40 كيلو وحدها كلهم دبجين ما حنينه هي. حاسيلو انا ومعايا الصنم قد هكا جايبتهم. جايبه كل هند كل جايبه الهند معاها جايبه كل اللي لقات شريت. شريت فيلا وربي يصور الفيلا وينهم. اول حاجه ندهنوا الملسوقه نتاعنا بالزيت. بالزيت حطينا السمك وفوقه الخلطه هذيك اللي هي طماطم وفلفل وكمون وملح ونعملوا مربى صح. نعملوا مربى وتحطها هنا فوالا تدهنها باللافان. ماني عليك مشغول ولا تصعب علي حالي كلام معسول عن عيني يا عيني اخيري ومش مبسوط ادفع حب مش مشروط. السلام عليكم. هيك دادا وليك وهكذا. ومن بعد نحطوها في الصينيه اللي باش تدخل للفور 180 درجه. 180 ربع ساعه. ربع ساعه تتحمر خاطر كل شيء مستوي. هو اي هو كل شيء مطيب. طيب يعطيك الصحه في هالروسيت بنينه. يعطي صحة شيف ما نعرفش شنو طبيعه اسمه ناج دون سون سيف ساري دي دو ليف واه اون نيج دو تراجو زيت كل جابتني خدمت لها طيبت لها شقار ترى ضريبة الصديق. حطها حطها كل حط ولا حطها خليني شوية سباكي يا خلينا نفرت هذا سباكي خلينا لك فطورك صح دام حاجتكش بحاجة أخرى. كهو عزيزتي يعطيك السيت. مية وثمانين درجة الفرن ويقعد ربع ساعة. ربع ساعة شنية الماكلة اللي تبيع عليها جرودك. انت تعرف شنية الماكلة اللي تبيع عليها جرودك. اما تعرف انت النص باجيت تبدا فيها هكا زبدة دايبة وشمية. صايمة صايمة. ابن حاجة في الحياة. اوه 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 على دراب الشمية. اه يا سبايكي سينو انت شنو احوالك؟ امور وهين يا سبايكي ديما. سبايكي مش لازم توري الشوق كيك قدام الناس. الحمد لله مش غريبة انت. عرفها هذه؟ استنى الاسلاك دقيقه الاسلاك هكا هذه ليك اللي هكا وهكا